حالة من الغضب والاستهجان على السوشيال ميديا في الوطن العربي بعد تصريحات أردوغان الأخيرة بشأن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية التي برر فيها الهجوم واعتبره رداً على انحياز السعودية للشرعية في اليمن، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيريه الروسي والإيراني. وهنا أصبح اسم أردوغان تريند على تويتر في الوطن العربي، وحمل اسمه مئات التغريدات الغاضبة من تصريحاته التي عكست الحقد الذي يكنه للمملكة العربية السعودية كما جاء على لسان رواد تويتر. وآخرون اتجهوا إلى عقد المقارنات بين تصريحات أردوغان في 2015 والتي تعكس دعمه للسعودية في عاصفة الحزم ضد الحوثيين، وبين تصريحاته الحالية التي تعكس تغير موقفه من الأزمة اليمنية. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنوار قرقاش رد على تصريحات أردوغان وقال على تويتر: تبرير الهجوم الإرهابي غير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، وأضاف أن الهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، وندد المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث بالهجوم على منشآت النفط السعودية، وأكد على أن هذا الهجوم يزج باليمن في حرب إقليمية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ندد بالهجوم على منشآت النفط السعودية، وقال في تغريدته: الإيرانيون يقولون بأن لا علاقة لهم بالهجوم على السعودية، وأضاف قائلا: سوف نرى. وفي تغريدات سابقة اتهم مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اتهم إيران بتنفيذ هذه الهجمات، ووصف الهجوم بأنه غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية.